فندم. ده اول قصد الكلام ده ان احنا لن نسمح بحصار غزة. نعم. لن نسمح باحتلال اسرائيل لغزة، لان طبعا نتنياهو امبارح كان بيطلع كلام ان انا عايز احتل غزة بعد كده. نعم. كل الكلام ده لغاه، ولن نسمح بالتهجير خارج غزة، التهجير القسري للفلسطينيين. نعم. نبص بقى على الصورة التانية نشوف جهود مصر. النهارده في مصر موجود رئيس الشباب. نتكلم كمان على الارض، لعدم اقتطاع اراضي. لعدم اقتطاع اراضي. اتفضل. النهارده في مصر شباك في رئيس الشباك، وبرضه نقول للناس اسرائيل فيها ثلاث اجهزه مخابرات. الموساد المخابرات العامه او السي اي اي اللي في العالم. الخارجيه. الشباك اللي هو زي الامن القومي عندنا. داخلي. والامان اللي هي المخابرات الحربيه. الراجل بتاع الشباك امبارح جه مصر. وقعد مع اللواء عباس كامل. نعم. لان اللواء عباس كامل هو اللي ماسك الملف التعاون مع او التفاوض مع اسرائيل. لصالح. نعم. اخراج الرهائن. نعم. والاسرى. نعم. هنشوف الصورة التانية. نعم. بتقول لنا المصدر هو الواشنطن بوست. نعم. الواشنطن بوست انت عارف هي زي جريدة الاهرام عندنا. هي اكثر جريدة في اسرائيل. في امريكا. بتجيب التايهة. نعم. من داخل بطن الكونجرس. صح. او البيت الابيض. العلاقات الممتدة متشعبة. نعم. قالت ايه بقى الواشنطن بوست وقف اليمين. فضل. مصادر دبلوماسية. ان امكانية اطلاق 120 اسير من السجون الاسرائيليه. نعم. يعني دول 120 اسير فلسطيني موجود في السجون، بيتكلموا اغلبهم نساء واطفال. بالظبط. نساء واطفال وهيطلعوا. نعم. وبعدين ان هيبقى في انهم لاول مره بيقتربوا من ان احنا نوصل لحل. على اساس حماس هتطلع 70 محتجز برضو من النساء والاطفال. نعم. في سبيل ان احنا ضمان ممر امن للمحتجزين ودخول المساعدات. 70 من الاسرى اللي موجودين مع حماس. بالظبط. بالظبط. ده كله بيتم عندنا في مصر. نعم. من اللواء عباس كامل مع الرئيس بتاع الشباك اما جه امبارح. نعم. النهارده بقى في التفاصيل. ان هو يتبع على طول الشباك ده، بيتبع على طول نتنياهو. هو ده الداخلي. نعم. الداخلي عشان الناس تبقى عارفاه. كويس. عشان كده بنقول ايه ان برضه الناس تبقى عارفه دورك كمصر متحرك ازاي. ان مصر بتتحرك ومصر مش مساعدات بس، انت بتتكلم على حتى افراج عن الاسرى الفلسطينيين كمان. بالظبط. بالظبط. وده 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 ومهم. انك انت هتطلع 100 محتجز. نعم. من حماس، وبس طبعا هي حماس عايزه تطلع 70 بس، لان طبعا انت عارف حماس برضو ايه. نعم. يعني بقوا زي اليهود، يعني هيطلع حته بحته عشان المره الجايه يوافق تاني. فده بس عشان يعني يقول عنده اوراق قروض بيلعب بيها يعني طبعا يستخدمها طبعاً. نعم. فضل. فانا بس حطينا ده النهارده، وحتى قلنا المصدر الواشنطن بوست. صحيح. صحيح مصر ما طلعتش اي تقرير ولا اي حاجه. نعم. لكن من حقنا المصريين نعرف. نعم. ان احنا مشاركين، احنا بنعمل ايه واجهزتنا بتشتغل ازاي، ولنا دور اساسي مهم. نعم. وان الراجل هو اللي جه عندنا مش. نعم. احنا حتى اللي رحنا له. نعم. يعني انت عارف قبل كده كنا في المعارك غزه اللي فاتت. كنا احنا بنبعت وفد يطلع غزه. نعم. وفد يطلع تل ابيب، المره دي هو الراجل اللي جه هنا. وكان عندنا من كام يوم وفد من حماس كمان. وفد من حماس بقى هنيه والناس دي. نعم. تمام. نعم. فبس عشان تبقوا الناس عارفين دورنا كبير ودورنا مهم، ومحدش يقدر يخفي دور مصر. بالظبط. واحنا الدور الاساسي وبلينكن بعيد عن المزايدات. بالظبط. وده الكلمه الحلوه اللي انت قلتها دي. طبعا. طيب نتكلم طبعًا. بقى على ايه اللي بيحصل في الحتت الثانيه برضو. طيب كويس. طب قبل ما نروح الحتت الثانيه معلش. عشان برضو وقت حضرتك.